إلى المثنى الآن، وهناك عراضة عسكرية وتفاخر بإطلاق النار أدى للأسف إلى مقتل أحد المواطنين. شاهدوا ما تفرزه هذه العادات من كوارث. ألف وجبة وألف يا حبل الجيل. لا اله الا الله، شنو؟ لا اله الا الله، مات الزلمه مات. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد ان وقعت الكارثه، احدهم قال توقفوا عن اطلاق النار. طبعا قضيه مقتل مواطن في عراضه بالمثنى اثار حاله من السخط، لا سيما وان الحدث يعكس استخفافا بارواح الناس، وإطلاق النار بشكل عشوائي يؤدي حتماً إلى نتائج كارثية. السلام عليكم. عشرات المرات الأمة الإسلامية حذرت، المرجعية حذرت، قيادة شرطة المثنى حذرت، لا حد يرمي إطلاقات عشوائية، لا بفاتحة ولا بشهيد ولا بمناسبة ولا بعرس ولا بأي شيء. للأسف اليوم جريمة أخرى وقعت في المثنى، عراضة عشائرية بالمثنى، فلت السلاح بكيسي من اللي يرمي، وانكتل واحد وانجرحوا اثنين. واحد انكتل وانجرحوا اثنين. ليش؟ لان الحجي وقع سلاحه، سلاح البيكيسي مالته، وقع بنص العراضه العشائريه، وراحوا بيها ناس ابرياء. منو يتحمل؟ منو يتحمل؟ اكيد هسه المتوفي شبع شتايم، الشهيد يشبع شتايم، العريس يشبع شتايم. ليش وقت نفهم انه هاي الظاهره محرمه عشائريا وقانونيا وشرعيا؟